خليني مباشرة كمان أسأل حضرتك، لأنه لسه بطلتنا كانت بتتكلم وبتقول إنه بذلتي مجهود رهيب لحد النهارده، بتروحي معاها التمرين وترجعي معاها من التمرين، وده يخليني أسأل عن البدايات، إنه جيانا تبقى موجودة في الكاراتيه، ليه اخترت لها الكاراتيه وليه كانت موجودة فيه وحتى وصولها إلى منصات التتويج بقى العالمية يعني. الحكايه بتبتدي في الحقيقه من وهي صغيره جدا، زي ما هي قالت في الاول او حضرتك قلت. هي الاول كانت تلعب لعب سباحه في النادي الاهلي، وبعدين كنا معديين من جنب صاله الكاراتيه، فشافت الولاد وهم في التمرين وكده، وبعدين هي ما كانتش حتى عارفه اسم اللعبه، فقالت يا جماعه انا عايزه العب اللعبه دي. انا كأم خفت عليها، لعبه قتاليه وهي بنوته، ف بابا قال لي لا خليها تلعب الحاجة اللي بتحبها، اللي بيحب حاجة أكيد هيبقى ناجح. المهم ابتدت تتمرن فعلا كاراتيه وكده، والحمد لله لقيناها في استجابة كويسة جدا، وإنها بتحقق بطولات في سن صغير. من هنا بقى ابتدى المشوار بتاع بطولاتها. هي دايما الحقيقة كانت حريصة على إن هي تبقى عايزه تنجح في اي حاجه هي بتدخل. من هنا كان عندها اصرار بقى ان هي تبتدي الاول تبقى بطلة قاهره وجمهوريه، وبعدين جيت انها ان هي تنضم للمنتخب. من ساعه الحمد لله ما انضمت للمنتخب ربنا كريمها ان هي دايما ما بتنزلش من على منصه التتويج. يعني اللي هيبحث في تاريخ جيانا هيلاقي اي بطوله دوليه جيانا لعبتها هي حققت فيها ميداليه، معظمهم ذهب، وكانت هي البنت الوحيدة اللي عملت 13 ميدالية عالم، منهم 11 ذهب تقريبا. لدرجة ان الاتحاد الدولي للكاراتيه أطلق عليها لقب الأسطورة، على أساس إن ما فيش حد من العرب أو من العالم قدر يعمل كم ده من الميداليات الدولية ومعظمها ذهب. احساس حضرتك ايه، احساس حضرتك ايه وهي بتفوز بالميدالية البرونزية، واحساسك ايه وانت دلوقتي واخده لقب ام لبطلة أولمبية، وده فخر كبير جدا وعظيم يعني. اوصفي لي مشاعرك، اوصفي لنا مشاعرك من لحظة التتويج الى الان وانت بقى عندك اللقب ده، لقب انك ام لبطلة أولمبية. الحقيقة هو حلم الميدالية ده كان حلم، وأنا كنت بدعي ربنا دايما إن هو يتحقق، لأن كنت حابة إن هي دي البطولة الوحيدة اللي جيانا ما لعبتهاش، وخصوصا إن الكاراتيه خرج من الأولمبيات اللي هي بتاعة باريس اللي هي الدورة الجاية. أيوه. فكان طبعا نفسي إن هي، يعني من ساعة ما الميدالية جت أنا لسه مش مصدقة، يا ترى أنا لسه بحلم ولا الحلم اتحقق. فأنا بحمد ربنا إن الحمد لله هو استجاب لدعائنا، وان هي قدرت تعمل حاجة مشرفة سواء ليها او لينا كأسرة او لمصر كلها. تقولي ايه لماما بقى؟ ماما طرحتي مظبوطة. الأم ماما